بالنسبه لتقويم عوجاج الاسنان، حنا في الاختصاص ديالنا كنسميو الاختصاص ديالنا في الحقيقه تقويم عوجاج الاسنان والفكين. بالنسبه كنأثروا حنا الاختصاصيين في تقويم عوجاج الاسنان على الاسنان، على الاستقامه ديالهم، وحتى على الفكين، يعني الفك العلوي والسفلي، ولكن بشروط. منها الوقت اللي جا فيه المريض لنا بالنسبه للتشخيص، ما حدو كيجي في واحد السن مبكر، يعني كنقولوا مثلا 10 سنوات 11 سنه ولا اقل، كاع كيكون عندنا واحد الامكانيه باش يمكننا ناثروا على الفكين. مثلا في هذا السؤال، اذا كان الفك العلوي خارج كيمكننا نستعملوا واحد لي زاباري ولا تجهيزات اللي كيمكنونا باش حنايا نوقفوا داك النمو اللي غادي ديال الفك العلوي اللي غادي بواحد السرعه كبيره بمقارنه مع الفك السفلي. بالنسبه للعلاج ولا تقويم عوجاج الاسنان والفكين بالنسبه للكبار، هنا المساله كتختلف، لان الفك ديال الواحد اللي كيدوز السن اللي كيوصل 16 17 18 سنه، ديك الساعه العظم ديالو كيتثبت، وهنا كيوليو عندنا الحلول كيوليو كينقصوا، يعني كينقصوا الحلول عندنا. وديك الساعه اش كنديروا واحد سكون ابيل ان كاموفلاج، يعني كيمكننا ناثروا على الاسنان وشويه على العظم، ولكن ماشي بحال الطريقه اللي بغيناها في بعض الحالات اللي كنقدروا نديروها فاش كيكون المريض كيكون صغير، يعني فاش كيكون عنده 10 سنين 11 12 سنه. ولذلك دائما كنصحوا يعني الناس الا كان عندهم وليداتهم ولا عندهم مشاكل ديال الفكين والاسنان، يعني استقامه الاسنان، باش يمشيو لاقرب وقت لعند الاختصاصي في تقويم عوجاج الاسنان باش يلقى لهم الحل ويدير واحد العلاج اللي كيكون في غالب الاحيان كيكون كياخذ اقل وقت ممكن، وكيكون حتى بالنسبه للمده كتكون ناقصه. بالنسبه للكبار كما قلت كيبقى لنا اختيارين، اما اذا كانت الحاله ديال التفاوت ديال الفكين، يعني مثلا في هذه الحاله هذه الفك العلوي كيكون خارج بزاف على الفك السفلي، كيمكن الا كانت الحده ماشي بزاف كيمكننا نديرو تقويم عوجاج الاسنان فقط، وغادي نقدروا يعني نقادوا الفوق مع التحت باستعمال التقنيات اللي الحمد لله الان وصلنا لواحد التطور، يعني الحالات ولينا كنقادوهم مزيان مع مرور الوقت. وانما ولكن كاين شي حالات اللي كيكون التفاوت كبير بزاف، وهنا كنكونوا كنلجؤوا للعمليه الجراحيه، يعني كنديروا تقويم عوجاج الاسنان ومع الجراحه ديال الفك، يعني الجراحه ديال الفك، يعني غادي نقصوا من الفك العلوي ونقادوا الفوق مع التحت، فهاد الحاله غادي تكون لابد من الجراحه.